قبل بشوي نسيت انه عندنا نيتشر كتبي نيتشر نسيت انه عندنا ايت سمارت مع نتالي. صباح الخير نتالي. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. سافا. اليوم بدنا نحكي عن التغذية والبريجننسي لنشوف شو محضرتي لنا اليوم. اليوم ستيفاني موضوعنا عن زيادة الوزن خلال فترة الحمل. أكيد هيدي فترة كتير مهمة. أكيد. إن كان للأم أو للجنين. مشان هيك زيادة الوزن تلعب دور أساسي وكتير من الأوقات يمكن أول شغلة بيقولولها للسيدة بس تحبل معلش كلي عم تاكلي لشخصين. مزبوط. فيك تاكلي مش مشكلة بترجعي بعدين بتخسري. هولي كنا من زمان بس هلأ صاروا السيدات واعيين على هالشي. صح. وهون أهمية نعرف كل سيدة أول ما بتبلش الحمل شو هي النسبة الصحيحة يعني لزيادة الوزن حسب هي وزنها شو كان أساساً أول ما بلشت. يعني وقت اللي نقول ليش ضروري إنه سيدة ما كتير يزيد وزنها خلال هالفترة هاي لأنه زيادة الوزن أكتر من ما لازم خاصة إذا كانت هي بلشت الحمل وعندها بدانة أو عندها زيادة وزن. هيدا الشيء بيأثر على صحة الجنين وبيضل معه هالمشاكل. في ريسك أكتر أنه يكون عنده مشاكل سكري، في ريسك أكتر أنه يكون عنده مشاكل ضغط، وحتى كمان في دراسات بتفرجي أنه حتى مناعة الطفل حتى على كبر بتتأثر بزيادة الوزن خلال فترة الحمل. مشان هيك هالفترة هي دقيقة كتير. هلأ أكيد ما لازم نعمل ستريس على الموضوع ولكن فينا بسهولة وبمتابعة أكيد personalized نقدر نأمن زيادة وزن صحية. وهي المرأة الحامل كمان فيها تعمل gestational diabetes كمان 100%. صح. إذا أكلت كتير سكاكر أو منتبهت هي على وزنها هي أكتر يمكن. هي أكتر ستيفاني العلاقة بزيادة الوزن أكتر من يمكن شو عم تاكل لأنه الجستيشنال دايابيتس أو السكري خلال فترة الحمل وكمان في غير مشاكل مثل الإكلامبسيا أو بري إكلامبسيا دونك هولي مشاكل بيصيروا عند السيدات هاللي بيكون زيادة الوزن عندهم منا كتير صحية. وغير عن هيك كنا عم نحكي عن تأثير هالشي على وزن أو على صحة الجنين وبعدين بس يكبر ولكن كمان للأم. يعني الأطفال عادة بيخلقوا يمكن وزنهم كتير أعلى من المعدل ولكن كمان السيدات اللي بيصير عندها سكري خلال فترة الحمل معرضة أكتر أنه يصير في عندها سكري نوع تاني لاحقا بس تتقدم بالعمر. دونك مشان هيك زيادة الوزن ضروري أنه ننتبه لها خلال فترة الحمل ونعرف نحن حسب وزننا أي متى بلشنا الحمل قديش هي معدل زيادة الوزن خلال هالتسعة أشهر اللي نحن. شو المعدل نتالي؟ هلا وقت اللي نحكي عند سيدات وزنهم بمعدلات طبيعية يعني ما عندهم بدانة ما عندهم زيادة وزن بالإجمال بتتراوح يعني زيادة الوزن بين 12 ل 15 كيلو تقريبا. عند السيدات اللي بيكون وزنها تحت المعدلات فينا أكيد يعني نخلي السيدات يزيد وزنها أكتر. يعني عم نحكي نحن هون عن يمكن نقدر نوصل ل 18 كيلو. هلا أكيد إذا كانوا توينز موضوع تاني أكيد الكالكوليشنز وأكيد زيادة الوزن بتختلف. هلا مش ضروري تكون دبل أو تريبل لا أكيد بس في زيادة وزن أكيد مختلفة وقت اللي بيكون في توينز. لكن والسيدات اللي بيكون عندهم بدانة بالإجمال أكيد زيادة الوزن ما لازم تكون فوق عادة بين 8 ماكسيموم 10 كيلو. هلا أكيد هيدي إرشادات عامة منا خاصة بكل سيدة يعني لازم نشوف نقيم حالتها الصحية وابتداء من هون نشوف هي بأي مراحل من الحمل كرمال تنقدر نعرف كيف نقدر نعطيها النظام الغذائي اللي بيتأقلم معه. هلا وقت اللي نحكي عن زيادة الوزن ستيفاني كتير أوقات السيدات بأول مراحل البريجننسي بيصير في عندهم نوزي بيصير في عندهم
يمكن بتخف نسبة الأكل عندهم وبيخسروا وزن. وهون أنا بدي شدد لنقطة كتير أساسية. هلأ بالإجمال خسارة الوزن خلال فترة الحمل منا مستحبة، ولكن أوكي. في بعض الظروف بتخلي أنه سيدة يعني غصبا عنا أكيد تخسر وزن. مشان هيك مهم كتير يكون في أكيد بتكون عم بتتابع مع طبيبة أكيد، ولكن كمان اختيار المأكولات خلال هالفترة هاي كتير مهم. يعني بنعرف أنه السيدات اللي بيكون عندهم نوزي وبيصير في عندهم اكيد فوميتينج، هن سيدات لازم يتبعوا من يعني من قرب. اكيد المأكولات اللي لازم تاكلها هي مأكولات بتخفف من النوزي، اوقات حتى يمكن حتى الكعك السيده ما فيها تتقبلها. دونك مشان هيك مهم انه يعني يصير في متابعه من قبل اختصاصيه التغذيه واكيد من طبيبه المعالج كرمال تا نامن لها كميه سعرات حراريه ما تاثر على نمو الجنين، خاصه وقت اللي نحكي عن اول مراحل البريجننسي. هلا شغله كمان كثير مهمه، وكنا عم نحكي قبل عن زياده الوزن عند السيدات اللي عندهم بدانه، يعني كنا عم نقول انه ما لازم السيده كثير يزيد وزنها. هلا اول مراحل اول 3 اشهر من الحمل سيده فيها ما تزيد، يعني هذا شيء كثير طبيعي وما لازم يزيد وزنها. يعني لازم نحاول قد ما فينا انه سيده ما يزيد وزنها. هذا ما بيعني انه سيده اللي عندها بدانه لازم تخسر وزن خلال فتره الحمل كرمال تضل محافظه على معدلات جيده. حتى اذا كان عندها بدانه السيدة ما لازم تخسر وزن، وهيدي شغلة أوقات كتير يمكن بتصير إنه سيدة أوكي أنا ما لازم أكل دونك بتصير تخفف أكلها بتصير تخسر وزن خلال فترة الحمل. الهدف هو إنه نحافظ على الوزن اللي هي يمكن عندها إيه بلشت بالحمل فيه، وبالتالي ما تعود تزيد اكيد كتير. حسب كل مراحل هالفتره، ولكن في مراحل بتعمل ريتنسيون دو، البيبي بيكبر دونك بدها تزيد بالوزن. نسبه زياده السعرات الحراريه منا كتير كبيره، يعني وقت اللي نحكي عن ثاني تريمستر يعني من ثالث شهر لسادس شهر بالاجمال زياده الوزن ما لازم تتعدى 350 سعره حراريه، اللي هي فيها تكون يمكن كبيت حليب مع ساندويش وحبه فواكه ويمكن بركه شويه سكر زياده او مربى. دونك الكميه منا كتير كميه كبيره خلال ثاني مرحله او ثاني تريمستر. بثالث تريمستر اكيد نسبه السعرات الحراريه احتياجاتها بتزيد، صرنا هون تقريبا حوالي 450 سعره حراريه، ولكن كمان اذا بدنا نجي نحسبهم بسهوله بنوصلهم، يعني خاصه انه السيده قبليتها يمكن بتزيد اكثر بتصير تجوع اكثر تطلب يمكن اكل اكثر. اهم شيء ننتبه انه نوعيه الاكل كيف عم نزيدها، يعني ما نقول اوكي خلينا ناخذ حلو مش مشكله انا هلا فتره فيني اكل شو ما بدي. مهم كثير انه ننتبه على نوعيه المأكولات، يعني دائما نفتش على المأكولات اللي بتعطينا حديد، لانه بنعرف انه بفتره الحمل السيده بحاجه ل يمكن كميه حديد اكثر من العاده. الفوليك كمان، الفوليك اسيد بالاجمال عم بينعطى كمكمل غذائي، دونك كمان ندخل هالمأكولات هاي اللي هي الخضره الورقيه الخضراء ان كان سلق سبانغ، هالمأكولات هاي اللي بتعطي الاسيد فوليك. ننتبه كمان انه نزيد فيتامينات، لانه خلال فتره الحمل في بعض انواع من الفيتامينات نحن بحاجه لها، خلينا نزيد هلا فترة صيفية، خلينا ننوع باختيار الفواكه اللي السيدة عم تاخذها كرمالتها نكون عم نعطي يعني الكمية الكافية. وإذا بدنا ننتبه لصحة السيدة هي كصحتها إلها مش بس للجنين، بدنا ننتبه كمان للكالسيوم. كتير أوقات من السيدات يمكن بيلغوا الحليب، بيلغوا الأجبان والألبان، بيبطلوا ياخذوا كمية كافية خلال هالفترة هاي، وهيدا الشيء ما بيأثر على الجنين، بيأثر عليها هي، خاصة إنه السيدات اللي بتردع احتياجاتها بهالنوع من العنصر الغذائي مهم جدا. دونك خليها تنتبه إنه عم تاخذ أكيد يعني إذا بدها تاخذ وجبة سريعة تكون عم تاخذ وجبة بتحتوي على الأجبان والألبان، وما ننسى الفيتامين دي. باردون
اللي هو أكيد الطبيب بيكون عم بيعطيها كمية كافية لأنه تقدر مش بس تفيد الجنين ولكن كمان كرمالة هي. كمان وقت اللي نحكي عن زيادة الوزن خلال هالفترة هاي ستيفاني، كتير من الأوقات منفكر أنه أوكي في سيدة بدها عندها بدانة عندها زيادة الوزن خليها تخفف أكل، وهون أهمية متابعة اختصاصية التغذية لتعرف هي قدي عم تاكل وشو قدي كانت تاكل وقدي هلأ لازم تاكل، يمكن صح. لازم تخفف بس مش هي يعني أكتر هي أكتر ستيفاني نوعية أكل يعني وتنظيم أكل. عادة السيدات اللي بيكون عندهم يمكن نمط غذائي عشوائي إذا كان كمان عندهم مشاكل صحية معينة هيدا بيأثر على هن كيف صحتهم، مشان هيك مهم إنه كل سيدة يكون عندها برنامجها الخاص بنظامها الغذائي، شو عم تاخد مكملات، شو الفاكتور دو ريسك عندها، يا هل ترى عندها بالعائلة أو عندها استعداد ل يمكن السكري أو غير مشاكل صحية ارتفاع بالضغط. دونك هيدي نقطه كثير اساسيه لازم انه نراعيها وننتبه لها بدون ما تكون هي كمان فريستري، يعني بدون ما هي لانه بنعرف انه التغيرات الهرمونيه بخلال فتره الحمل بتاثر على القبليه، بتاثر على المود وشو المأكولات اللي هي حابه انه تتناولها. في ناس بس يعصبوا بياكلوا، في ناس بس يعصبوا ما بياكلوا، كمان هذا الشيء بياثر يعني. صح 100%. وقت اللي نحكي كمان عن زياده الوزن ما فينا ما نحكي عن الحركه والرياضه. اكيد الرياضه كثير مهمه. هلا بعرف انه يمكن في سيدات يمكن لانه كرمال يمكن بيخافوا لا مشاكل معينه بيقول لها الطبيب انه ما كثير تتحرك، ولكن كل سيده ما عندها مشاكل صحيه ضروري انه تعمل حركه. اكيد تعمل على القليله 30 دقيقه مشي خلال هالفتره هاي، وكمان اكيد في بعض انواع من الرياضه او خلينا نقول من الحركات مثل البيلاتس، مثل بعض انواع من التمارين الرياضيه اللي خاصه بفتره الحمل. دونك اذا ما في اي مشكله صحيه خليها السيده على مهلها تحاول انه تعمل هالحركه هاي، لانه كمان هيدا بيساعد اول شيء انه ما تضطر هي يمكن تخفف اكل اكثر من ما هي يعني لازم تاخذ. هيك بيكون عندنا مجال انه نقدر نعطي نسبه سعرات حراريه اكثر وافضل كرمالتها بالنهايه هي والجنين بس تولد يكونوا بصحه جيده. صح. وما بعرف اذا بعد عندنا وقت تنحكي كمان عن بعدين خساره الوزن خلال فتره الحمل. يعني بنعرف انه الطفل بالاجمال مفروض وزنه يكون بين حوالي كيلو ونص ليمكن 4.5 كيلو. دونك كل الباقي بين اكيد في نسبه من الوزن بيروح للبلاسنتا وللولاده هي بحد ذاتها، ولكن بقيه الوزن هي بتضل عندها اياه. بدنا نفكر شغله انه اخذت 9 اشهر يعني تاخذ هالوزن هيدا، ما فينا نحن بظرف شهر 100% انه في ناس بيضعفوا بسرعه نتالي، وفي ناس بيضل الوزن عليهم. هلا اكيد حسب قد ايه اخذوا وزن خلال فتره الحمل، وكمان اذا قديش هن يمكن عندهم حركه او حتى كمان قد ايه عم يعملوا ووتر ريتنشن. مزبوط في اشخاص بيخسروا وزن اسرع من غيرهم، بس ما لازم نحن نستعجل، لازم نعطي وقتنا لانه ما ننسى بعد الولاده كمان لازم كثير ننتبه على صحتنا، واهم شيء لازم نحب حالنا 100% بهالفترة. صح. Thank you Natalie. Have a nice day. وللمشاهدين كمان. مشاهدينا وقفة ومتابعة لك.